خلال هذا الفيديو راح نتطرق إلى كيفية تصدير البروجكت الخاص فيك على شكل ملف APK قابل للتحميل على المتاجر الإلكترونية، على سبيل المثال على متجر جوجل بلاي والمتجر الخاص في شركة جوجل لتطبيقات أندرويد. فخلينا نعمل Create New Project على أساس يكون عندك مشروع فارغ على أساس طبعا أندرويد، ثم بعد ذلك نيكست. طبعا العملية تختلف لما يكون عندك زامرين فورم، فعن طريق زامرين فورم فانت راح تنشئ ملف APK وتنشئ ملف قابل للاي او اس وللويندوز، يعني لكل الانظمة الثلاث. الان احنا نتكلم فقط على اندرويد، فبالتالي راح ينشئ لك فقط ملف APK، فخلي يكون الاسم الخاص في app15، ثم بعد ذلك اضغط على create. طيب على اساس يكون عندك مشروع فارغ. الان احنا طبعا في الفيديوهات السابقه لما كنا نعمل ران او نعمل تيست على المشروع مالتنا والتطبيق مالتنا على الايميليتر، سواء كان ايميليتر عندك هنا او عن طريق جهاز متصل عن طريق USB، فبالتالي هو ايش يعمل؟ يعمل ديباج. وملف الديباج في الحقيقه هذا الملف غير قابل للتحميل على المتاجر الالكترونيه، على متجر جوجل بلاي. فلما تحملها ملف ديباج فراح يعطيك انه يقول لك هذا لا يجوز، لابد انه يكون يعني الملف عبارة عن، يعني هو ناتج من عملية بولد على اساس يكون عندك ريليس. فبالتالي احنا نحتاج الى تغيير الكونفيجريشن او بولد كونفيجريشن الى بدل انه تكون عندك ديباج فنغيرها على اساس ريليس، ثم بعد ذلك نقوم ببعض الاعدادات حتى ينتج لنا ملف الاي بي كي. فخلينا ننتظر الى انه يكمل من انشاء البروجكت جلب جميع الملفات الضرورية. اوكي الان كل اللي علينا انه نذهب الى اعلى نغير من ديباج الى ريليس. اوكي هذه اول خطوة. ثاني خطوة انه الملف اللي راح ينتج لنا من هذه العملية هو من نوع الملف هو APK. فعندنا نوع اخر من الملفات ايضا اللي تدعم تحميلها على المتجر الالكتروني، وهي ملفات تكون حجمها يعني صغير جدا، فبالتالي هذا نحتاج الى تعيين نوع الملف. فانقر كليك كيمن عليه، ثم اذهب الى البروبرتيز البروجكت الخاص فيه، ثم بعد ذلك اذهب الى اندرويد اوبشن. اوكي اندرويد اوبشن، في الاندرويد اوبشن راح تجد انه حاليا الاكتف مثل ما غيرناها هي ريليس، فنحتاج الى انه الباكج فورمات نغير الباكج فورمات ونحددها على اساس تكون عندك ايش، على اساس تكون عندك APK. تمام عندك شيء يسمى عندك الساين او الباكج ساين، هذا هو ملف يسمونه الكي ستور. تمام هذا الكي ستور هذا موجود، يعني اي تطبيق تحاول انه ترفع على متجر جوجل بلاي وتعطيه حماية اكثر فتعطيه الكي ستور الخاص فيه، وبالتالي راح توفر له حماية اكثر. يمكن تطبيقان انه لا تحتوي على كي ستور ويمكن انه تحتوي على كي ستور، بالتالي راح تعطيه حماية، يعني تعطيه باسورد، تعطيه فد معلومات معينة، ايضا تعطيه ايش النفاذ الخاص في هذا التطبيق. لاحظ انه في عملية البولد ايش دا يعمل لك بولد على اساس يكون عندك ريليس. يعني بعد ما تكمل كل هذه الاعدادات الان خلينا نرجع هنا وتعمل كلين بروجكت. اوكي نعمل كلين بروجكت حتى نتأكد انه كل شيء الان عندنا تمام. بعد ذلك ننتقل الى انه هو احنا نعمل بولد احتيادي او ديبلوي على الابليكيشن الخاص فينا على الديفايس. خلينا نعرض هنا. اوكي الان طبعا عمل يعني بولد احتيادي، لكن هذا مثل ما قلنا انه النوع الخاص فيه عبارة عن ريليس، فانتظر الى انه يعمل بولد على البروجكت. نعطيه صلاحية للتثبيت. طبعا هذه العملية كلها هي تتضمن لك انشاء البروجكت الخاص فيك وتصديره على شكل ملف APK، ثم بعد ذلك هو ياخذ هذا الملف ويبدي ينصبه في الهاتف الخاص فيك. تمام اشتغل عندنا البرنامج وبدون اي مشاكل. اوكي الان طبعا ما نحتاج الى الجهاز فنبدأ نغلقه. اوكي الان كل عليك انه لو تلاحظ تذهب الى Solution Explorer تضغط كليك كمان على البروجكت وتبدي تفتحه في الفولد الفايل اكسبلورر. اوكي في متصفح يعني هذا المتصفح الاحتياطي، ثم بعد ذلك تذهب الى المجلد BIN
اوكي لو تبدي تفتحها راح تجد عندك ديباج وريليس. الديباج ما راح تجد بيه شيء، لماذا؟ لان احنا لم نعمل ديباج، احنا عملنا ايش؟ عملنا ريليس. لو تبدي تفتحها بهذا الشكل راح تجد عندك مجموعه من الملفات، من ضمنها ملف APK. اوكي هذا هو الملف اللي احنا نحتاجه. تلاحظون الحجم الخاص فيه 11 ميجا بايت. هناك طريقه اخرى وهي الطريقه يعني الافضل، انه هو يعني الافضل لسلامه الملف الخاص فيك. يمكن انه اصلا منها تبدي انه تنشر التطبيق الخاص فيك. تذهب الى بولد، ثم بعد ذلك تذهب الى ارشيف. اوكي هنا ارشيف، تضغط عليها بهذا الشكل وتذهب الى البلاتفورم وتبدي تختار على اساس يكون عندك اندرويد. لو كان عندنا بروجكت زامرين فورم، فبالتالي راح يبدي يعطيك، يمكن يعطيك اندرويد او يعطيك ملفين. الان اختار اندرويد وانتظر من عنده انه يبدي يجهز لي الملف الخاص فيه والملف على اساس يكون عندك اي بي كي. الان طبعا كل اللي عليه انه ده يتصل بالملف السابق اللي احنا صفحناه ويبدي ينشئ لك حتى يوفر لك ضمن الاعدادات اللي يمكن انه تضيف كي ستور عليه. تلاحظ اعطاك مجموعه من الديتا عليه، الفيرجن والانديتاي والنوع الخاص فيه له اي بي كي وايضا الحجم. اوكي فيمكن ان تضغط على اوبن فولدر من هنا. اوكي الان طبعا راح يبدي يفتح لك اياه هذا الملف اللي احنا نحتاجه في تحميله على متجر جوجل بلاي. لاحظ نفس الحجم 11.1 ميجا بايت، وايضا يمكن انه تعمل عليه يعني ضبط الاعدادات الخاصة فيه، ثم بعد ذلك اعطاء الكي ستور هنا ونشره. لو تضغط عليه بهذا الشكل راح يقول لك انت تريد تنشره على جوجل بلاي. ابدي اختار جوجل بلاي وابدي انشئ ايش؟ انشئ الايدنتي ساين ايدنتي، اضغط على اد، اعطيه الاسم الخاص فيه على سبيل المثال اب 1، واعطيه الباسورد الخاص فيه على سبيل المثال S12345، وهنا ايضا S12345، وتعطيه الفاليديت الخاصه فيه اللي هي مثلا 3 years، وهنا معلومات كامله يمكن انه تعطيها الى هذا الملف. اوكي تعطيه الاسم الخاص فيه، مثلا نسميه باسم صفاء جاسم. اوكي ثم بعد ذلك اضغط على كرييت. طبعا الحقل الاول هو مطلوب، الحقول الاخرى ما مطلوبه. تضغط على كرييت راح يبدي ينشئ لك هذا الملف اللي هو ملف الكي ستور. اوكي هذا هو ملف الكي ستور، هذا ملف سابقا قمت باضافته، هذا ملف الكي ستور. يمكن انت تستخدمه يعني لاكثر من تطبيق. تمام ثم بعد ذلك اضغط على كونتينيو، فراح يجي لك اعطيني الاكونت الخاص في جوجل بلاي وهذه الامور. طبعا هذا الشيء احنا راح نتطرق له من خلال المتصفح، يعني مو من خلال هذه الأداة اللي موجودة عندنا في فيجوال ستودر. راح نشوفه كيف انه ناخذ ملف الاي بي كي اللي انتجنا هذا الملف، ثم بعد ذلك نبدي بانشاء حساب المطورين لشركة جوجل في جوجل بلاي، ثم بعد ذلك نقوم بتحميله واعطاء جميع المعلومات الخاصة فيه من سكريبشن، من وصف، من عنوان. ولكن قبل ذلك خلينا نتطرق الى السياسات الخاصة في نشر التطبيقات على متجر جوجل بلاي والمتاجر الأخرى في الفيديو القادم.